المهيري بينما المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء يصل شاهين خالد بن ناصر الهاجري من وصل وانطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس الان وصل مع خامس التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام صغان السيد نسفر بن عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي يصل وينطلق مع خامس المراكز. المركز السادس الان، المركز السادس الشامي علي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني من بدا يتقدم مع المركز السادس، بينما المركز السابع، المركز السابع يتواجد هنا مع هذا الانطلاق المميز المسك محمد بن سالم بن حمرور العامري يصل مع سابع التحديات، بينما المركز الثامن وصل هملول عبد الله بن سلطان بن سيف العرياني يتقدم مع المركز الثامن. المركز التاسع الان من وصل وانطلق هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي. المركز التاسع ام المركز العاشر هنا يتواجد شعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي من يصل وينطلق سواح على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للعشرة الأسماء المتقدمة والمنطلقة والمتواجدة على صدارة هذا الشوط. نعود مع المركز الأول، نعود مع تحديات الصدارة. ناصي على مقدمة الشوط، ناصي على المركز الأول يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري يتقدم هذا الشعار، يتفوق على بقية الشعارات من خلال انطلاقه مع المركز الأول. لكن الأسماء الواصلة، الشعارات التي بدأت تقترب وتنطلق هنا مع هذه الأمتار هنا، نتابع المركز الثاني من يتقدم الآن. وصول وانطلاق هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي وصل، وأيضا هنالك من الجانب الأيمن من بدأ يتقدم من مركز إلى مركز الآن وصل إلى مقدمة هذا الشوط المسك محمد بن سالم بن حمرور العامري، تسلل إلى المركز الأول، تجاوز إلى صدارة هذا الشوط المسك ليقود هذه المسيرة، مسيرة النجوم، مسيرة الأبطال محمد بن سالم بن حمرور العامري. المركز الثاني ناصي عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وثالثا هنا صوغان ينطلق محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي. وصل بن حبروت ليقدم لنا هذه السلالة العريقة، السلالة الصوغانية مع المركز الثاني. ثالثا هنا يتواجد وينطلق ناصي السيد عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وثالث التحديات المركز الثالث من غير الآن سلهود محمد بن عوض بالكيله العامري، مرحبا بهذا الشعار القادم على مستوى ثالث المراكز. المركز الرابع يتواجد ناصي عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وأيضا هنا وصول وانطلاق هملول سالم بن مبارك بالحطم العامري، بدأ يتقدم الآن وينطلق ويعلن تواجده وتواجد هذا الشعار المميز. ايضا هنالك شاهين محمد بن الشيبه بن صالح المزروعي، وانطلاق هنا هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المسافري. اكتفي بهذه الاسماء المتقدمه واعود الى مقدمه الشوط، اعود الى المركز الاول، اعود الى التغيرات التي طرت وجرت على المقدمه. بن حبرو تغير، بن حبروت على المركز الاول، محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي صوغان المنطلق بمسار وتحدي هذا الشوط، الضغوطات القادمه، الشعارات القادمه مع المركز الثاني. سلهود محمد بن عوض بالكيله العامري له راي اخر في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. المركز الثالث يتواجد الان وينطلق هنا مشاهدينا متابعينا الكرام المسك محمد بن سالم بن حمرور العامري. المركز الرابع من وصل الان وانطلق على مستوى المركز الرابع هملول سالم بن مبارك بالحطم العامري. والمركز الخامس الان يتواجد في هذه اللحظات مياس خليفه بن حليس بن راشد الاكتبي، وايضا هنا وصول وانطلاق من الجانب الايمن، بدات تصل الاسماء القويه والاسماء المرشحه. لكن اعود مع المركز الاول، اعود مع مقدمه الشوط، صوغان لا زال مع المركز الاول،
صوغان يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. محمد بن سالم بن حبروت الكتبي مسيطر مع المركز الاول، منطلق باحث عن الناموس، باحث عن الفوز والانتصار. وعلامة الجودة، علامة الجودة هنا تتواجد مع مشاهدينا متابعينا الكرام، وايضا صاحب المجسم في مساء هذا اليوم مع الريان يبحث عن النقطة الثانية في هذه الفترة المسائية. نتمنى له التوفيق، وامنياتنا دائما وابدا ترافق الجميع. المركز الثاني سلهود، محمد بن عوض بالكيله العامري يتقدم مع المركز الثاني. وثالثا هنا وصول الشعارات، وصول الاسماء المنطلقه شاهين، محمد بن الشيبه بن صالح المزروعي، اختلط الحابل بالنابل. بدات التحديات، بدات الانطلاقات، بدات المعركه، والتحدي هنا من اجل الناموس، من اجل الفوز والانتصار. لكن صوغان، صوغان منفرد المركز الاول، صوغان مسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. سيد محمد بن سالم بن حبروت الكتبي 1200 ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن المنصة الرئيسية، غير الآن. انطلق مع المركز الأول حملول سالم بن مبارك بالحطم العامري، بالحطم يتقدم، ينطلق مع المركز الأول. سلهود ثانيا، سلهود قادم مع المركز الثاني، محمد بن عوض بالكيلة العامري. أيضا هنالك المسك، محمد بن سالم بن حمرور العامري، وأيضا وصول الشقاوي ناصر بن غزاي العصيمي العتيبي قادم من المملكة العربية السعودية، وأيضا وصول وانطلاق غازي سعيد بن سويد بن زايد المنصوري. وصل شعار الطيارة، تقدم شعار الطيارة، حلق في سماء الوثبة، انطلق مع المركز الأول. سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري مع المركز الأول. غازي، غازي غزا الناموس، غزا مقدمة الشوط، انطلق مع المركز الأول، يحلق هذا الشعار، يبدع ويتميز في هذه الفترة المسائية. الله يا غازي، الناموس يبقى هنا، الناموس في الوثبة، الناموس في العاصمة يا ابو ظبي. سعيد بن سويد بن زايد المنصوري، جولة الأوامر، جولة الناموس، جولة التحديات، شعار الطيارة يسيطر مع هذا الشوط. السيارة في الانتظار، سعيد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري مع المركز الأول. المركز الثاني وصل الآن حشيم سالم بن سعيد بن إريوي المنصوري قادم مع المركز الثاني. ولكن غازي، غازي اصمد يا غازي، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الناموس، الناموس يبقى هنا أم يغادر؟ حشيم قادم، سالم بن سعيد المنصوري، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، وأيضا وصول وانطلاق هنا شاهين لسيد علي بن محمد آل فطيح اليامي. ولكن حشيم، حشيم يحتشم في هذا الشوط. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك حشيم سالم بن سعيد المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مع ثاني المراكز ناصي محمد بن علي بن نعيف العامري من وصل مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصل غازي مع المركز الثالث سعيد بن سويد بن زايد المنصوري. ورابع المراكز من وصل مع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين علي بن محمد آل فطيح اليامي. وخامس المراكز كان الختام مع حملول من وصل مع المركز الخامس علي بن راشد بن مبارك المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، شوط مثير الى خط النهايه. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت 9:25 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، لحظات الفوز والانتصار هنا. المركز الأول ظبيان سعيد بن سالم بن راشد الدرعي، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار، ونقدم له الاعتذار لعدم الإذاعة في الشوط. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من وصل مع ثاني المراكز، المركز الثاني وصل ناصي محمد بن علي بن نعيف العامري 9:25 ستة أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث، المركز الثالث غازي لسيد سعيد بن سويد بن زايد المنصوري 9 دقائق التوقيت الزمني المرافق لانطلاقه، قطع مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق بانتظار الثواني والأجزاء من الثانية. هنا لحظات الوصول 26 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالفه